مشاهدينا الكرام، بينما المركز الثالث أجد في هذه اللحظة الدخول والانطلاق اللي انطلق في هذه اللحظات على مستوى المركز الثالث، ونضيف لراشد بن دناد بن فالح بن سيف الشامسي، بينما المركز الرابع من الجانب الاخر اتابع الانطلاقه، اتابع التواجد وايضا وصول وانطلاقه مشاهدينا الكرام، التواجد والانطلاق من صوغان حمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفه الهاجري، بينما المركز الخامس نقله مباشره مع انطلاقه الفهد علي بن عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطيه يتواجد على المركز الخامس، ولكن حصل دخول وانطلاقه من الرهاوي علي بن سالم بن عبيد بن هياي المنصوري، غير في هذه اللحظات على مستوى المركز الخامس. اذا متابعينا الكرام، هذه النتيجه للخمس المراكز الاولى، نداءنا الاول، ونعود مباشره مع اول المراكز مع التحديات الاولى. هنا المركز الاول والانطلاق والتواجد من ضيف لراشد بن دنان بن فالح بن سيف الشامسي على المركز الاول يتواجد وينطلق، ولكن مياس لسعيد بن غانم بن ريوي المنصوري يتواجد على اول المراكز. المركز الثاني ضيف لراشد بن دنان بن فالح بن سيف الشامسي يتواجد على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث صوغان شعار بن نايفه يتواجد حمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفه الهاجري، ولكن حصل دخول في هذه اللحظات. يا سلام، وصل الرهاوي علي بن سالم بن عبيد بن هياي المنصوري يغير من مجريات هذا الانطلاق على مستوى المركز الثالث. المركز الخامس نقله مباشره متابعينا الكرام، هنا صارم سيف بن غالب بن سلطان المنصور يتواجد على خامس المراكز. اذا متابعينا الكرام، هذه الخمس المراكز الاولى، 1500 متر ما يتبقى عن الناموس على السياره، نيسان بترول بيك اب تنتظر الفائز بالمركز الاول. نتابع الصداره، نتابع المقدمه مشاهدينا الكرام، مياس يتواجد، ولكن هنا الرهاوي علي بن سالم بن عبيد بن هياي المنصور ينطلق مع اول المراكز، يتواجد مع الرهاوي على اول المراكز. المركز الثاني اتابع صوغان لحمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايف الهاجري، ولكن وصل في هذه اللحظات مداهم عبيد بن عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري يتواجد على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع راهي لساله بن محمد بن مطر بن ضبيعه الاكتبي قادم ليعلن التحدي على رابع المراكز. المركز الخامس ضيف لراشد بن دنان بن فالح بن سيف الشامسي على خامس المراكز، ولكن اعود مع الكيلو المتر الخطير. يا سلام، الرهاوي على الصداره، الرهاوي على المركز الاول، يتواجد مع الانطلاق الاول مع الناموس مع السياره. هنا الرهاوي على الصداره، علي بن سالم بن عبيد بن هياي المنصوري، ولكن قدوم وصل في هذه اللحظات العديد لخليفه بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطيه تواجد شعار عسيله صاحبه الشوط الرئيس الاول في صباح هذا اليوم، يتواجد شعار العطيه مع العديد على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات، يا سلام، وتابع راهي لسالم بن محمد بن مطر بضبيع الاكتبي، ولكن الرهاوي مع الامتار الاخيره. هنا الرهاوي على الصداره، يا سلام، ينطلق ويندفع الى نحو السياره، الى نحو ناموس هذا الشوط. علي بن سالم بن عبيد بن هياي المنصوري مع الرهاوي على المركز الاول، والسلام مباشره من ميدان التحدي الى ميدان الوثبه. تهانينا والناموس لمالك الرهاوي على فوز الرهاوي وانتزاع ناموس هذا الشوط وحصول على السياره. علي بن سالم بن عبيد بن هياي المنصوري لحظات وصوله الى خط النهايه معلن الفوز والناموس، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني الاعداد لخليفه بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطيه. المركز الثالث جاء في مشاهدينا الكرام راهي لسالم بن محمد بن مطر بن ضبيع الكتبي. المركز الرابع وصل في مشاهدينا الكرام صوغان لحمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايف الهاجري. المركز الخامس جاء في مشاهدينا الكرام
حيلان لعبيد بن أحمد بن محمد بن قبع العامري. إذن متابعينا الكرام، شوط حمل الإثارة والتحدي إلى الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لمالك الرهاوي علي بن سالم بن عبيد بن هياي المنصوري. والتوقيت الزمني لحظات وصوله إلى خط النهاية 6 دقائق 8 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا والف مبروك على هذا الإنجاز المميز. المركز الثاني جاء في مشاهدينا الكرام الإعداد لخليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. والتوقيت الزمني 6 دقائق 9 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس. المركز الثالث جاء فيه راهي لسالم بن محمد بن مطر بضبيع الاكتبي. والتوقيت الزمني لراهي صاحب المركز الثالث 6 دقائق 12 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع